اتفاق حول مساهمة القطاع الخاص بشطب 100 مليار يورو من ديون اليونان بات أمرا قريبا. هذا ما رشح من معلومات من المفوضية الأوروبية في بروكسل، فالعملية غير المسبوقة أتت نتيجة سعي اليونان إلى إنجاح مفاوضاتها مع الجهات الدائنة في القطاع الخاص لإلغاء هذا المبلغ، وبالتالي بات الأمر يتوقف على صعفة إنقاذ ثانية. بات الناس أكثر فقرا، نعيش أياما صعبة، مستوى المعيشة انخفض، ومن المأساوي خفض المعاشات التقاعدية والأجور، لكن البديل غير وارد. هذا وأكدت مصادر أوروبية بأن سعفة الإنقاذ الثانية قد تصل قيمتها إلى 145 مليار يورو، أي بزيادة 15 مليار يورو عما كان متوقع سابقا بحسب المصادر نفسها.